39 ألف طالب ثانوية عامة في غزة حرمتهم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع من إكمال دراستهم واجتياز امتحانات هذه السنة التي تبقى عليها شهر واحد فقط، وسط آمال بوقف إطلاق نار قريب. وزارة التربية والتعليم قالت إن إسرائيل قتلت 6000 طالب وطالبة و266 معلماً ومعلمة، وأصابت صواريخها نحو 10000 آخرين، وتم اعتقال ما يزيد عن 100 طالب. كما دمر القصف الإسرائيلي نحو 286 مدرسة حكومية ونحو 65 مدرسة أخرى تابعة للأونروا دمرت بالكامل، وتحولت 133 مدرسة لإيواء النازحين. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أكدت أنها ستعمل على تدارك امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة حال انتهاء الحرب. الحرب الإسرائيلية على القطاع ما زالت متواصلة، قتلت فيها إسرائيل أكثر من 34 ألف فلسطيني، ودمرت نحو 80% من مدارس غزة، فيما لا يزال القصف الإسرائيلي بشكل مكثف على مناطق في القطاع، ولا بوادر لوقف إطلاق فوري للنار وهدنة بين إسرائيل وحماس.